سلمين. يوم السماء تغمرنا بعيد العذراء، زيارة العذراء إلى نسبتها لإصابات، بنعمة كبيرة بمنحها ربنا لأولادنا بقبولهم سر القربان الأقدس وسر الميرون، سر التثبيت. فحضورنا اليوم هو أولاً حضور صلاة، منصلي مع أبنائنا ومنصلي من أجلهم حتى ربنا يباركهم والعذراء ترافقهم في هذا اليوم المبارك في حياتهم، حتى يكبروا وينموا أمام الله والناس بالحكمة والنعمة والقامة. وأيضا باسمي، باسم أبونا ماريو وأخوات الرهبات، وباسمكم جميعا نرحب بناتنا بسيدنا ويليام. حضور دائما المطران بناتنا هو علامة بركة وعلامة اكتمال الصورة الكنسية اللي نحن دائما نجسدها لما نقول نحن عائلة واحدة ونحن كنيسة واحدة. فصلاتنا لسيدنا حتى دائما ربنا يمده بالصحة والعافية، حتى يكون موجود بين أبنائه وبين رعيته ويمنح الأسرار باسم المسيح ولبناء الكنيسة. فياريت أنه نضلنا بهاي الأجواء الخشوعية والإيمانية مع أطفالنا حتى يقبلوا هذه النعم بمحبة وبركة سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. ومعك أيضاً. أيها الإخوة والأخوات، كي نكون مستحقين لتجديد مواهب الروح القدس بيننا، وخصوصاً حلول الروح على هؤلاء الصغار الذين سيقبلون سر الميرون، لنندم على خطايانا ولنعود إلى الله طالبين مواهب الروح القدس لنا جميعاً.
أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. وأنت وحدك القدوس، وأنت وحدك
لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير الذي أوحيت إلى القديسة مريم البتول وهي حامل بابنك المتجسد أن تخرج إلى زيارة أليصابات وهي حامل بيوحنا وتخدمها، اجعلنا ننقاد إلى صوت الروح القدس فنعظمك فتعظمك نفوسنا وتبتهج بك أرواحنا مع البتول أمنا للأباد بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، لتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر والزموا الخير، ليحب بعضكم بعضاً حباً أخوياً، تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض، اعملوا للرب بهمة لا تفتر، كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين وعلى الصلاة مواظبين، كونوا للقديسين في سد حاجاتهم مشاركين وإلى ضيافة الغرباء مبادرين، وباركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكيين، كونوا متفقين، لا تطمعوا في المعالي بل ميلوا إلى الوضيع. كلام الرب. خلاصي فأطمئن ولا أفزع، الرب عزي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصا. اعترفوا للرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب باعماله، اذكروا بان اسمه قد تعالى. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الارض. اشيد للرب فانه قد صنع عظائم، اخبر بذلك في الارض كلها. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. أيها الإخوة، أسلكوا سبيل الروح فلا تقضوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ما يخالف الروح والروح يشتهي ما يخالف الجسد، كلاهما يقاوم الآخر حتى أنكم تعلمون ما لا تريدون. أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف، وهذه الأشياء ما من شريعة تتعرض لها. إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد وما فيه من أهواء وشهوات،
فإذا كنا نحيا حياة الروح فلنصر أيضا سيرة الروح. كلام الرب. مريم البتول، يا من آمنت بأن ما بلغ من عند الرب سيتم. هللويا هللويا هللويا. بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب، المجد وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أمور ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتقض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنا فسيتم ما بلغها من عندي الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته المتواضعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس
ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه، كشف عن شدة سعيده، فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش، ورفع الوضعاء، أشبع الجياع من الخيرات، والأغنياء صار رفاههم، فارغين. نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال الآباء، رحمته لإبراهيم وذريته للأباد. ثم قامت مريم عند إليصابة نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بداية أشكر كاهن الرعية أبونا وسام لدعوته لي كي أحتفل وإياكم بعيد الزيارة واختتام الشهر المريمي، وأيضاً لمنح صغارنا الأحباء سري الميرون والمناولة الأولى. نحتفل بحدثين مهمين، عيد الزيارة والأسرار المقدسة، ويبدو أن الموضوعين مختلفان، إلا أن بينهما رابط قوي، قوي جداً، وهذا الرابط هو الروح القدس الذي كان حاضراً وقت الزيارة، والذي هو حاضر الآن وسيزور صغارنا ويحل عليهم. ماذا حدث يوم الزيارة؟ مريم وهي ممتلئة من الروح القدس لأنه حل عليها وبقوته أصبحت حاملاً بالكلمة الذي تجسد في أحشائها، بعد أن عرفت بأن نسيبتها إليصابات العاقر المسنة أصبحت هي بدورها تنتظر مولوداً، آمنت وأسرعت مريم من الناصرة إلى اليهودية، إلى القرية اللي منسميها اليوم عين كارم. أسرعت لماذا؟ لكي تخدم نسيبتها بمناسبة إنجابها لطفلها. مريم هي مليئة بالروح القدس، وإليصابات أيضاً كانت مليئة بالروح القدس، فعندما رأت مريم هتفت بأعلى صوتها، ويقول الإنجيل وقد امتلأت من الروح القدس هي أيضاً، هتفت بأعلى صوتها مرحبة بمريم قائلة لها: مباركة أنت في النساء ومبارك ثمر بطنك. وبقيت مريم عند خالتها 3 أشهر تخدمها أفضل خدمة. إذن ماذا حدث؟ بقوة الروح القدس مريم آمنت برسالة الملاك، مريم أسرعت إلى عين كارم، مريم خدمت خالتها، والخدمة هي أيضاً ثمرة من ثمار الروح القدس. وأيضاً مريم أنشدت بقوة الروح القدس النشيد الخالد اللي مرت له بعدة مناسبات، اللي هو تعظم نفسي للرب. أنشدت مريم هذا النشيد بإلهام من الروح القدس.
وهذا ما يحدث معنا. نحن في حياتنا اليومية بحاجة إلى الروح القدس. إذا امتلأنا منه، وإذا سرنا بقوة مواهبه السبع، فإننا حتماً سوف نثمر الثمار المرجوة المذكورة في الرسالة الثانية للقديس بولس إلى أهل غلاطية. كلنا يومياً بحاجة إلى الروح القدس. ليش إحنا بنغلط كثير في حياتنا؟ نعمل أغلاط كثير؟ لأن قراراتنا ليست وفقاً لإلهامات الروح القدس. ليش بنغلط بكلامنا؟ لأن كلامنا كثير مرات ليس وفقاً لإلهام الروح القدس. لو كان الروح القدس هو الذي يقودنا، ولو كنا نحن ننقاد بسهولة وطوعية لإلهاماته، فسنكون حكماء عقال، وتكون نسبة الخطأ في حياتنا محدودة جداً. من المواهب السبع اللي الروح القدس بعطينا إياها، بدنا نتكلم عن تنتين منها فقط. بس قبل بدي أطلب من الصغار بدون ما يطلعوا على الوسط، لأنها مكتوبة هناك، طلعوا علي. فاطنين مواهب الروح القدس؟ طلعوش على هناك. إيش هي؟ التقوى، فهم، مشورة، حكمة، مخافة الله، العلم، القوة. صرتوا تعيدوا معناته بكفي، بديش يعملوهم ثمانية هلأ، بكفي سبعة. بدي أتكلم عن موهبتين مهمات، واحدة بتخص العقل، واحدة بتخص الإرادة، لأنه الإنسان هو عقل وإرادة. الإنسان الكامل إلو عقله بيكون كامل وإرادته بتكون قوية. لأنه شو الفائدة يكون عندنا ذكاء بدون إرادة، أو عندنا إرادة بدون ذكاء؟ تكامل الإنسان هو في عقله في إرادته. وعندنا موهبتين، واحدة بتأثر بشكل خاص على العقل، على الفهم، على الإدراك، وموهبة بتأثر على الإرادة. ساعدوني يا صغار مشان نفرجي الكبار إنكو متعلمين منيح. شو الموهبة من المواهب السبعة اللي أكثر شيء بتأثر على العقل، على الفكر، على التفكير؟ الفهم. هما في أربعة بتشابهوا، على كل حال في أربعة تفرعات لبعض. العلم، حكمة، هو ديروا بالكم الحكمة والعلم والفهم والمشورة تفرعات لبعض، لأنه اللي عنده مشورة حكيم، والحكيم بفهم، والبفهم بعلم. يعني الأربعة هم متشابهات. خلينا نتكلم عن الحكمة. الحكمة هي أن نفكر وفقاً للروح القدس. طب بتقولوا لي كيف بدي أفكر وفقاً للروح القدس؟ ما هو بالعماد، منذ العماد الروح القدس يسكن وين؟ فينا، مش هيك تعلمنا؟ نحن بالعماد أصبحنا هياكل الروح القدس، معناته بيننا وبين الروح القدس فيش مسافة. هل في مسافة بيني وبين نفسي؟ لا، الروح القدس يسكن فيا، أنا هيكل الروح القدس. هذا بالإيمان نتعلمه، مش بحاجة إلى برهان. ما يأتي من الإيمان هو إيمان، نقبله بدون برهان. الروح القدس يسكن فينا، نحن هياكل الروح القدس. فإذا إحنا ما عملنا أخطاء كبيرة تمنع الروح القدس إنه يسكن فينا، فنحن نكون تحت تأثيره وتحت إلهامه. هو يلهمنا بشكل لطيف، هو يسمى الضيف الأنيس، يعني ضيف مش مزعج. بعد مرات الضيوف بيزعجوا، في ضيوف بيجوا ثقال دم ما بنتمنى هم يروحوا. الروح القدس ضيف لطيف لا نشعر بوجوده، لذلك يجب أن نهتم بإلهاماته الخافتة الناعمة، لكنه يلهمنا إذا نحن أردنا أن ننقاد لإلهاماته. إذن الروح القدس يؤثر على تفكيرنا، وإذا تفكيرنا كان وفق الروح القدس كلامنا أيضاً سيتبع تفكيرنا، وأعمالنا ستتبع كلامنا. لأن الإنسان الكامل هو من ينقاد للروح القدس، يفكر وفقاً للروح القدس،
يتكلم وفقاً للروح القدس ويعمل وفقاً لما يتكلم ويفكر ويؤمن. هذه هي الحكمة، والحكمة تجعلنا نأخذ القرار السليم في الوقت السليم في الزمان المناسب. كذلك الحكمة تجعلنا نقول الكلمة الصحيحة في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح وأمام الشخص المناسب أن يسمع ويعرف. ما هي الآن الموهبة اللي بتأثر على الإرادة؟ شو اسمها؟ موجودة بإمكانكم تتطلعوا هلأ. شو الموهبة من المواهب السبعة اللي بتأثر على الإرادة؟ الحكمة على الفكر، حكينا المشورة على الفكر قربت. في واحدة أوضح 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 القبلها تبدأ حرف القاف. القوة هي قوة الإرادة، لأنه إذا أنا كان عندي فكر نير، فكر ملهم من الروح القدس، أنا بحاجة إلى قوة الإرادة كي أضع هذا الفكر موضع التنفيذ. ماذا تعني قوة الإرادة؟ تعني أشياء كثيرة. قوة الإرادة تعني الثبات في عمل الخير، ما أتعبش من العمل الصالح. القوة تعني المثابرة على الصلاة. على فكرة أنتوا هلأ متحمسين وبتصلوا، ما حدا قدكوا، بس هل كل حد رح ينتجوا تصلوا شباب؟ طبعاً أنتوا بحاجة لقوة الروح القدس حتى تثبتوا على الصلاة. كل أحد كل أحد، وتجيبوا معكم أهليكم اللي بعد مرات بيصلوش، فأنتوا بتكون عندكم قوة كافية تأثروا على أهليكم حتى أنتوا وياهم تيجوا تصلوا يوم الأحد، لأنه قداس الأحد هو جزء لا يتجزأ من حياتنا المسيحية. المسيح اللي بيصليش يوم الأحد يصبح مسيحياً فاتراً معرضاً لكل تجارب إبليس، وإبليس يعمل بدون تعب ولا كلل ولا ملل. على فكرة القوة أيضاً هي قوة لمقاومة تجارب إبليس. نحن بحاجة إلى قوة من الروح القدس حتى نقول زي ما قال يسوع للشيطان: اذهب عني يا شيطان، فإنه مكتوب لا تجربن الرب إلهك. أخيراً، إذا نحن اتبعنا مواهب الروح القدس، إرادتنا وعقلنا كانوا تحت تأثير هذا الروح، ماذا نثمر؟ ماذا نثمر؟ ما هي النتيجة؟ لأن الأعمال تقاس بالنتائج. الثمرة تعرف، الشجرة تعرف بثمارها. هذه النتائج والثمار موجودة بالرسالة الثانية إلى أهل غلاطية، هي ثمار رائعة. ما هي ثمار الروح القدس؟ اسمعوا: المحبة، الفرح. الإنسان المليء من الروح القدس مليء بالفرح مش بالحزن. السلام، سلام القلب. الصبر، الصبر على فكرة هو تفرع من موهبة القوة، لأنه الصبور هو قوي. القوي مش بس اللي بضرب غيره، هذا قوي من نوع تاني. الصبور هو قوي اللي بيتحمل الصعوبات. اللطف، كرم الأخلاق، الإيمان، الوداعة والعفاف. هذا شيء من كل، هذا بعض ثمار الروح القدس، لكن كل عمل صالح نقوم به هو ثمرة من ثمار الروح القدس. الوحدة، الانسجام في البيت، التآلف، التشاور، الحوار، الوحدة بين الناس، بين الأصدقاء، بين العائلات، هذا كله من ثمار الروح القدس. بينما الانقسام والحزن والبغض وعدم الصبر، عدم اللطف، البخل، كل ذلك هو ثمار الروح النجس الذي يجربنا لكي لا نسمع صوت الله. في النهاية أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أهنئ صغارنا لأنهم سينالون سرين عظيمين: المناولة ومواهب الروح القدس.
أريد أن أهنئ الأهل اللي تعاونوا مع الكاهن والراهبة والإدارة في الرعية حتى يجوا باستمرار للتعلم وللتدرب. أريد أن أبارك للأشابين اللي بتحملوا مسؤولية مساندة الأهل في تنشئة هؤلاء الصغار، تنشئة إنسانية وتنشئة مسيحية. مبروك للجميع، مبروك لكاهن الرعية، للراهبات، للأهل، للأشابين، ولنا جميعاً. آمين. في يوم العماد حملنا أبناءنا بكل فرح كي يقبلوا سر المعمودية ويصبحوا أبناء لله وأبناء للكنيسة. ويومها الأهل والأشابين أعلنوا الكفر بالشيطان وإعلان الإيمان، ولكن اليوم سيقوم الأطفال بأنفسهم بإعلان الكفر بالشيطان والإيمان بالله الآب والابن والروح القدس وبالكنيسة الكاثوليكية المقدسة، ولكننا منساندهم ومنكون معهم بصوت واحد بالكفر بالشيطان وإعلان الإيمان. وبعدها وبعد طلب حلول الروح القدس بتقدم الأطفال مع الأشابين، وبعلامة رمزية يضع الأشابين إيده اليمين على الكتف اليمين للمتثبت، علامة الدعم والمؤازرة في طريق الخير وفي طريق حضور الروح القدس في حياة هذا الإنسان وفي خدمته للكنيسة. نقف جميعاً ونتابع معاً تجديد مواعيد المعمودية على الكتيب. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، أتكفرون بالخطيئة لتعيشوا في ملء حرية أبناء الله؟ نعم نكفر. أتكفرون بالشر ومغرياته كي لا تنقادوا إلى الخطيئة؟ نعم نكفر. أتكفرون بالشيطان منبع وأصل كل شر وخطيئة؟ نعم نكفر. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم بنوع فريد في سر الميرون المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم نؤمن. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار بالمسيح يسوع ربنا. آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح ابن الله. صمت وجيز خلاله نطلب من الروح القدس أن يحل علينا جميعاً وخصوصاً على صغارنا. يبسط الكهنة أيديهم استنزالاً للروح القدس. أيها الإله القدير أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس منقذاً إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا. آمين. نجلس ونرتل معاً، الروح يجمعنا بينما يمنح الأسقف أطفالنا سر الميلون.
الروح يجمعنا. هاليلويا. الروح يجعلنا أبناء الله. لولا الماء ما صار طحين خبزا. لنقف جميعاً لنرفع طلباتنا وصلواتنا من أجل الكنيسة الجامعة ومن أجل أطفالنا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، نختتم اليوم شهر أيار المبارك مستذكرين بالحب زيارة الخير والبركة التي قامت بها السيدة العذراء إلى قريبتها إليصابات. لذلك نصلي من أجل أن يجعلنا الرب بين الناس من أهل الرحمة والخدمة والإحسان، ومن دعاة الخير والفرح والسلام. لنصلي من أجل كنيستنا المقدسة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا وليام، كي ينظر الله إليهم بعين الرضا ويهبهم نعمة مساعدة الذين يرؤسونهم بالرشد والمثل، فيبلغوا الرعية التي ائتمنوا عليها إلى الحياة الأبدية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي إلى الروح القدس من أجلنا نحن الذين حصلنا على سري المناولة والتثبيت، كي يمنحنا روح التقوى ومخافة الله، وروح الفهم والمشورة، وروح العلم والقوة والحكمة، فنكون هياكل مقدسة له لنشهد المسيح من خلال حياتنا اليومية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل أهلنا وأشبيننا، كي يقوموا بدورهم في تربيتنا تربية مسيحية صالحة، فيكون لنا قدوة في قولهم ومثلهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يحل السلام في قلوبنا وفي العالم أجمع، خاصة في بلادنا المتعطشة إلى السلام، فيتحقق ما نصب إليه جميعا من أمان واستقرار. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي لك يا رب من أجل إخوتنا المتوفين الذين كانوا موضع محبتك في هذه الدنيا، نجهم من جميع الشرور وأدخلهم الراحة الدائمة، متمتعين بفرح القيامة المجيدة مع ابنك الوحيد ومع الروح القدس. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أن يتقبل الله طلباتنا هذه بشفاعة أمنا مريم العذراء السامية القداسة أم الكنيسة المجيدة، فنشكر له نعمه وعطاياه ونترنم بمراحمه الدائمة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب.
استجب يا رب صلاة المتوكلين عليك في هذا اليوم المقدس، وهب لهم نعمك وعطاياك بشفاعة أمك مريم ملجأ المحتاجين. أنت الحي المالك مع الآب والروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. ألم تعال يا أبا الفقراء، أضربنا بنار حبك. ألم تعال يا أبا الفقراء، أضربنا بنار حبك. تعال يا روح الله، هللويا هللويا. صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة باسمك. هذه هي ذبيحة الخلاص، فلتنل حظوة في عينيك يا رب الجلال، يا من رضيت عن مبادرة مريم إلى زيارة إليصابات، بالمسيح ربنا. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، لا إله إلا هو، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي.
أن نشيد بمجدك يا رب في جمع القديسين، وأن نجل رأفتك في ذكرى مريم البتول القديسة، ونحن نردد مديحها الخالد. حقاً إن عظائمك لعجيبة حتى أقاصي الأرض، ورحمتك للذين يتقونك تشمل جيلاً بعد جيل، لأنك عطفت على أمتك المتواضعة، وبها منحتنا مبدع الخلاص الأبدي ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. وإن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون، وهم في دار الخلود بين يديك بفرح ماثلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا، فنسبح معهم جميعاً في سرور وابتهاج قائلين: قدوس 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 أنت رب القوي إلى الصواب السماء والأرض مملوءتان بمجدك العظيم. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبلنا الأعظم البابا فرانسيس، ورئيس ساقفتنا بيير باتيستا، وأسقفنا ويليام وساري كليروس، هذه الرعية والحاضرين هنا، وجميع من طلب صلواتنا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، وجميع المتوفين لرحمتك. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيباً في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول واردة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس
كل إكرام ومال إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعاليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تكلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبداً. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل أوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا ربي لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. لحظة المناولة هي أهم اللحظات في قداسنا اليوم، واللي رح تضلها دائماً عالقة بذهن الطفل. فاليوم رح يتقدموا الأطفال طفل طفل، ومعهم بتقدم الأب والأم بعدهم، حتى العيلة تكون مسؤولة عن حماية هاي النعمة اللي بده ياخذها الأطفال. فأنا بتمنى من الجميع إنه نضلنا بأماكننا، نحافظ على قدسية هذه اللحظات. عندنا فريق النور سات مشكور عم بحفظ هاي اللحظات في الذكرى حتى تكون موجودة للجميع. منرتل وبنصلي مع الأطفالنا حتى يبقوا دائماً في هذه الأجواء الروحية والتقوية. على الكتيب جد يا إلهي بما تشاء.
سيقوم الأطفال تعبيراً عن فرحهم بقبول سر القربان بأداء هذه الترتيلة. يا رب خلينا
الحب ملينا عالدرب دلينا صوب الإرباني يسوع يا يسوع أحلى وأطيب إرباني يسوع يا يسوع نعمي ما إلها تاني أول مرة بحياتي عم بتناول هالنعمي برفع قلبي ودياتي ربي دور الطعمي أعطيني الإرباني أعطيني لنصلي. لتعظمك الكنيسة، لتعظمك نفوسنا يا من آتيتنا فضلاً عظيماً، ولتعرف جماعة المؤمنين فرحة منشرحة أن الذي ارتكض له القديس يوحنا ابتهاجاً وهو في بطن أمه إنما هو الرب والسيد الحي في هذا السر والمالك إلى دهر الدهور. آمين. ألف مبروك لأولادنا، ألف مبروك لأهليهم. باسمكم جديد من اسمكم جميعا بنجدد شكرنا لسيدنا المطران ويليام لحضوره بناتنا ولاعطائه البركه والاسرار المقدسه لابنائنا، وشكرنا بنرفع صلاه من اجله حتى ربنا دائما يمنحه بالنعمه والصحه والبركه لخدمه الكنيسه. ايضا بقدم شكر خاص لفريق النور سات اللي كان معنا اليوم ورافقنا للتصوير، وبتمنى انه في نهايه القداس نترك لهم الحريه حتى يقدروا ياخذوا الصور التذكاريه لابنائنا. اله النور الذي انار التلاميذ بفيض من الروح المعزي يغمركم ببركته وهبات ذلك الروح الى الابد. امين. وتلك النار العجيبه التي تراءت على الرسل تطهر قلوبكم من كل شر وتضرمكم بلهيبها الساطع. امين. والروح الذي جمع الألسن المختلفة على الإقرار بإيمان واحد يثبتكم في الإيمان على الدوام حتى تشاهدوا يوماً ما أنتم له راجون. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضاً. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة التي نكرمها بشكل خاص هذا اليوم، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح.